هاي ما اخذت فلوسك انا يا حيوان. لا الا عن شكله. هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا شباب؟ ان شاء الله طيبين. رجعنا لكم في مقطع جديد من لعبة جاز ستيشن سيموليتر او محاكي عامل المحطة. عيال قبل لا نبدأ لا تنسون زر اللايك والاشتراك في القناة اذا ما كنت مشترك، ومشاهدة ممتعة. وبسم الله يا خلونا نبدأ في السلسلة. شكرا يا عيال لدعمكم لي دائما في اللايكات في التعليقات، شكرا اعماق قلبي يا عيال شكرا. فبسم الله نبدأ. اللعبة هذه عانيت معها، يعني بتلاحظون ان ناظر يسار كثير لانه ابي اشوف التسجيل هل هو شغال تمام، هل في تقطيع، هل في شيء يعني زي كذا، لاني اللعبة يعني اتوقع ان هي مرة قوية لدرجة انه ما قدرت اصورها على 2K. تشتغل اللعبة عندي تمام ما في اي مشكلة، بس على التصوير او في التسجيل يطلع فيها تقطيع شنيع يا رجل. فالان اللي بيصير انه انا قاعد العبها الان قدامي على 2K، بس قاعد اسجل على 1080 او فل اتش دي. فخلونا نبدا نروح على الجهاز ونشوف ايش عندنا. طبعا في عندنا مهمة، اتوقع انه يبغانا ننظف برا. ايش هذا؟ مكتوب باي فري، يعني اشتريها مجانا. باركينج سبيس، اها يقول لي هذه مساحة للمواقف حق السيارات اللي بيجون يتقضون من محلنا، ما عندنا مشكلة. خلاص اتوقع انه شريناها. خلاص اكزت، شرينا الاضافة. الان بيقول لي اكيد بيقول لي انه خذ الجراف ونظفها. فوين الشيول حقنا؟ اخر مرة والله ما ادري وين تركته. غريبة رجع لموقفه يا عيال، انا ما وقفته في موقفه في الحلقة اللي فاتت. في هنا زر ما ادري اقدر اضغطه، ما اقدر اضغطه يا عيال، ما اقدر اضغطه. فخلينا ناخذ على طول. اتوقع ان ما فيه بنزين. يب ما في بنزين. خلينا نشوف هل معنا بنزين هنا. لا ما عندنا بنزين، ما عندنا بنزين. فخلونا على السريع نروح نعبي بنزين. طيب وصلنا لمكان ما نعبي البنزين، فخلونا نعبيه على السريع. يلا يلا يلا، حلو عبيناه فل. الان شايفين على اليمين تحت مكتوب ان التانكي فل. ايوه نعبي. اما بسرعة دي عبا، بعبي الشيول حقنا بعبيه فل يا عيال. فخلينا اسويها الحركة هذه مرة ثانية. حلو الان يا عيال عبيناه فل، فنتوجه على طول للمكان اللي يبغانا ننظفه. مع ان والله في اشياء كثيرة يبغى لها تنظيف في شو اسمه ذا المحطة حقتنا، لكن يا عيال نمشي خطوة بخطوة في السلسلة هذه، ما راح نتسرع. يا ولد هذا يصرف بنزين بشكل نسيت كيف استخدمه والله يا عيال. ثواني ثواني. اوكي 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 فهمنا فهمنا فهمنا. يلا 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 روح عطى شفت دز يا جنب. احا والله بدي افقع ماكينته هذا بشوف ايش يصير يعني. حلو يلا 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 نرجع نرجع، باقي شوي. اتوقع انها مرتين وخلاص اتوقع. عطى شفت يا حبيبي روح. الوه ايوه لازم نوقف. حلو باقي لا ثلاث مرات مو مرتين يا عيال، انا مضيع يا عيال والله مره مضيع. حلو هذه اخر واحده خلاص كملنا الموقف. عطى شفت يا حبيبي الروح يا عيال والله يا اخي قهر يا اخي، ماكينه بسرعه يا اخي تتعب. عطى شفت يا ولد روح دز والله سرع مره. روح 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 روح. حلو اتوقع كذا كفاية. الان خلونا ننزل من حبيبنا على السريع. طبعا اكيد هم بيرجعونه نفس المكان زي ما تشوفون المواقف الان جاهزة. خلنا ناخذ هذه نخليها قريبة مننا هنا، لانه ممكن يجينا دينس ونحتاجه. طيب الان ايش طالب مني؟ طالب مني ما ادري ايش والله. وش ذا؟
نظفت اتوقع او شيء زي كذا، ما ادري والله ايش سويت، بس انه شفت الزفل طلع توا طلع. فالان ايش المهمه اللي بعدها؟ بغاني اروح للمكان هذا بس ما ادري ايش. اوه التليفون اكيد العم بيدق. هلا شوف الحيوان يقول حط لي وقت انه اخذ قرض، واول شيء بارك لي قال لي ان البزنس حقك ما شاء الله قاعد تشتغل كويس، واعطاني وقت على اساس البزنس. اوه غصب عني اخذه يعني. اوكي وين راحت هذه؟ اختفت. وات كيف؟ طيب نصفها يا عيال. اوه كذا نايس. اوكي 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 فهمت. هذه هنا حلو والله بدينا نشتغل يا عيال. الروح هذه وين راحت؟ هذه والله ما ادري وين راحت. اعطانا بضاعه يا عيال ب5000. دايم قاعد ارص الاغراض. اوه خلصت. وات يعني بس هذه؟ طيب الان يقول لي روح للكمبيوتر. وشو هذا؟ والله ماني فاهم شيء. في عندي لوحات فوق ما ادري ايش هذه يا عيال. يضيف لي طاولة يعني هنا ولا ايش؟ خل اسويها 20 بس ما ادري ايش فائدتها. هذه ممكن يا عيال تطويرات، ممكن تطويرات يا عيال. اعطاني سيارة هنا ب50. وش ذي؟ اشتر. اوه حطينا سيارة يا عيال. طيب هنا باقي كرسي، لازم كرسي. والله يا عيال انا ما ادري ايش قاعد اسوي، فخلينا نروح هنا على قدام وخلاص اشترى. اتوقع كذا كفاية يا عيال، ما بشتري شيء زيادة. هو طالب مني انه انا اشتري اشياء خفيفة، او انه اشوف يعني التطويرات اللي اقدر اطورها للمحطة حقتنا. فاحنا حاطين هنا كرسي، خلينا نشيل من عنده الزبالة، لان مرة غلط تحط كرسي وجنبه الزبالة. طيب الان احنا فهمنا يعني من وين نطور الاشياء. طب هذه انا متأكد اني نظفت الاشياء هذه، جابها يا عيال. اوه يعطيني ذات شيف منت. يلا 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 احا. خلاص انا اسف. الان ايش عندنا؟ في عندنا رسالة في الايميل، خلينا نشوفها. وين الميل؟ الله ما ادري، في رسائل كثير على السريع اقراهم. روح خلاص يلا شكرا. طيب ما في زباين، ما في. لا يكون محطتنا مقفولة يا عيال واحنا نقول وين الزباين. اصبر 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 ثواني ثواني. اي والله انها مقفولة. اسمع لي معلي معلي، الان بنبدا نشتغل مضبوط، محطتنا نظيفة. خلينا اشوف هل تحتاج لها تنظيف شيء المكان هذا. لازم تنظف بالملي يا حبيبي. هذه توقع خلاص ما تتنظف. في صوت سيارة توقع. لا والله اني اتوهم. مفروض عيال يجون يوقفون في الباركينج هذا ويجون ياخذون من محطتنا، بس ما في احد. ودي اروح انام، شكل الليل ما في احد يا عيال. خلونا نروح ننام على السريع ونرجع يا عيال. ما في نوم يا عيال، ليش ما اقدر انام؟ اوه في سلاح اقدر اخذه. لا 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 لا، كيف اخذ السلاح ذا؟ ما اقدر اطلق يا عيال. والله في سلاح، شوفوا. ليش ما اقدر اطلق العنب القار يا عيال؟ بروح اعرضه في المحل عندي. والله لا اعرضه في المحل، خليه على الطاولة عشان اللي بيزرف يعرف انه احنا بنستقعد له. اوه في سيارة يا عيال، خلينا نحط هذا هنا. اقعد هنا خلينا نشوف. هذا يبغى بنزين، معليش يا طيب احنا ناسين. نروح عطى شيف. ايوه افا نايس داي تو. يلا توكل على الله. ولا تبغى تشتري شيء من المحطة؟ والله شوف السيارات يا ساتر، من وين جو ذولا؟ لا 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 لا. طيب 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 طيب، متى جو ذولا يا عيال؟ انا رحت احاول انام بس ماني قادر. طيب هذا ايش ذا؟ ما اقدر اضغط عليه. جا جا جا
كيف؟ ايوه اوكي شفت. طيب يقول لي خذه حطه هنا بعدين هنا. حلو 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 يا عيال، والله قاعدين نشتغل نايس. اعطاني 9 دولار. حلو حلو حلو، يلا روح روح لغير اللي بعده. وين اغراضك يا كابتن؟ جاري قبع ما ادري طاقية. ايوه خلاص خلصت. يلا اوه باقي معاه شيء ثاني. اوه ايش في كمان؟ يلا 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 يلا. والله لو بعدين اقدر اوظف عامل معايا. اوه تايم، في واحد يبغى بنزين. يلا يلا ابشر ابشر، دحين نعبي لك بنزين. لازم ينزل من السيارة. خلاص نزل. حلو يا عيال، والله قاعدين نشتغل. والله ماني جوكينج، والله ان البنزين راح. راح البنزين يا جني. والله راح البنزين، نسيت قاعد اضغط مسافة، نسيت ان ذا هذه بداية الاعياد. الله يخارجنا. اي والله قاعد يشتري يا عيال، شفتوه اخذ شيء من هنا. حلو 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 حلو. هلا 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 هلا، وش اشتريت يا ولد؟ كويس ما طاحت هنا. والله ما ادري ايش القوارير هذه، لكن نحسن النية. هذا توت يا عيال. اسوم. يلا روح خلاص توكل على الله، ايش تبغى؟ في واحد ثاني. حلو. هذا ايش طيحت؟ ايش يطع؟ الله يقلع بليسك، هذا وش ذا؟ ايش ذا اللي طيحته يا عيال؟ والله ما احا رميتها. المفروض اني ما اوريكم ايش سوت. الله يجزاك خير، ما نبي نقول شيء ثاني كذا. غلط الله يا عيال، والله غلط. ها وش راح ما حسب عيال؟ ايش سالفة؟ ها روح. هذه ما طاحت. وش اللي يوان ما فهمت يا عيال، هذا وش اللي طاح؟ زبالة ذا ليش؟ ما اقدر اقلب ولا اقدر اسوي شيء، رميت الزبالة. اللي اوه جا 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 واحد يبي بنزين. تعال 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 يا حبيبي، هيا ذا الحين ما عليكم انا اضبطكم بالملي بالملي. يلا 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 يلا. حلو صار معنا 300 يا عيال، والله قاعدين نشتغل قاعدين نشتغل مضبوط. عطى عطى، شفت شفت شفت. ايوه ها شفتوا يا عيال؟ ها ايش في كمان؟ والله اشترى اشياء كثيره ذا، والله اشياء كثيره. والله ايش هذا يا ساتر؟ ايوه ايوه ثانكس ويلكم يا ويلكم. حتى انت كذا. ما في سياره تبي بنزين، ما في شيء، يمين مني منك، خلاص راحوا. باقي بس هذا هو راعي السياره، فجاييني. وين هذا؟ على هذا ولا ايش؟ ايش ليش هذا مطلع لي كذا عليه علامه؟ ليون يا عيال يبغاني ادفع. اوكي لازم. اوه دقيقه ها امسك، اخذ خذ 100. لازم ادفع له في اليوم ما ادري كم يا عيال. طلع لي هنا وقت قال لي لازم تسدد اتوقع، فخلاص حلو الحمد لله ان لحقنا الوقت على اخره يا عيال. اوه هذا يبي بنزين. هلا 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 يا ويلكم، انزل. طيب هذا مطفر يا عيال. وش يقول ذا؟ والله ما ادري ايش يقول، بس انه طالع لي التلفون هنا. ليه للعم ذا ازعجنا. اح ايش ذا؟ ايش فيه؟ هاي ما اخذت فلوسك انا يا حيوان. لا يلعن شكله. هاي ايش فيه؟ ايش فيه يا عيال؟ يا عيال لا يكون النسخة اللي عطوني بس كذا، يعني ما في اشياء كثيرة الظاهر يا عيال. النسخة اللي اعطوني كذا نسخة محدودة.
اي والله رجعني من جديد. خلنا نسوي كونتينيو ونشوف وين انا. ايوه قمت من السرير. وش كمان؟ فلوسي موجودة. والله يا ذاك لعن شكلي يا عيال. لا يكون عدوني من جديد يا عيال. لا هذه بضاعتنا موجودة حتى اللي النواقص. راجع يرجعني نفس المكان يا عيال. ماني فاهم يا عيال. اتوقع انه هنا خلاص هذه نهاية النسخة اللي موجودة عندنا. توبي ايش؟ والله ما ادري ايش كتب. اتوقع خلاص هذه النهاية يا عيال. ما عاد في بعدها اي شيء. هنا يا عيال نكون وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم. اتمنى نالت اعجابكم. الين ما تنزل اللعبة الكاملة باذن الله نكملها ونشوف ايش اخرها. نشوفكم على خير. في امان الله.